تحضير الشوشبرك على أصوله. لتحضير العجينة بدنا نص كيلو طحين متعدد الاستعمالات من طحين الجمل، معلقة صغيرة من ملح الكسيح، ماء فاتر وزيت نباتي. أما بالنسبة للحشوة فإحنا بحاجة إلى نص كيلو من اللحم المفروم الخشن، عجل يعني مثلا بزبط، بصل مفروم ناعم، فلفل أسود، ملح من الكسيح وزيت نباتي. أما بالنسبة لللبن اللي بدنا ننزل فيه الشوشبرك فإحنا بحاجة إلى نص كيلو من اللبن الرايب ونص كيلو من لبن الشنينة والقدحة. للتقديم بدنا كزبرة خضرة فريش مفرومة وثوم مهروس، بودرة مرق دجاج. أما للتقديم لنقدمها إحنا بحاجة إلى لوز محمص، بقدونس مفروم، ويمكن إضافة طبعا اللي هي الأرز المفلفل. يلا بلشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل اللبن، بقولوا لها الحاجيات بدنا نسن اللبن. نسن اللبن. يلا نسن اللبن. قولي بسم الله. تمام ستي. ابتسامة وسعادة والحياة حلوة والأكل جميل وكل إشي طيب. فسان هنا نص كيلو لبن، بنضيف عليه معلقة طحين، وبنضاف عليه كمان ملكة نشا، وبنضاف عليه كمان حبة بيضة، بس الواحد حب اللي بده إياه. أنا ضفت هسا. طب هلا شو مبدأ البيض؟ يعني في كثير ستات على فكرة بحطوا بيض، بس أنا مش قادرة أفهم شو البيض. أنا كمراشد بحب أن أحط الطحين لأن البيض بعمل زنخة. أنا هذا رأيي في الموضوع. ما بعرف أنا غير. إحنا خلينا بالمفيد. بالمفيد حط الطحين. حط الطحين. الطحين معلقة نشا كلياته بيزبط على بعضه. لحتى يشدوا اللبن. كله بشد طبعاً. أكيد طبعاً شد اللبن. هيك نعمل تخفيقة إله. نعم. ومضيف عليه نص كيلو من الشنينة الرايب. بتجيبيه بالوزن ولا بتجيبيه مقلب؟ لا بالوزن. بالوزن. ما شاء الله. بسم الله. بعدين زاكي الشنينة، بعدين بسم الله ما شاء الله. ما أسكى على الحامض جدا، ما أسكى على المنسف. حلو. الأمور تمام؟ حبيت مطبخنا؟ طبعاً أكيد. أنت بنحبه. إحنا حبيناك. الله يسلمك. أمان الصراحة. الله يسلمك. هيا رفوع وإحسان، أهلاً وسهلاً فيكم، ما شاء الله عليكم، ذكرتونا بأكل ستي الله يرحمها، وأنا دائماً بالغربة وبياض الثلج العزام وهدى كريشان وأم ثامر المجالي، كل شيء من أطباق الفلسطينية مميز ومتنوع، إضافة إلى شكراً على تقديم سيدات منتجات مميزات، شكراً لكل كادر يوم جديد، الجنود المجهولين والمبدعين. جميعا تحياتنا لكل فريق العمل. أنا شغلت الغاز. قولي بسم الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم. أرقام الاتصال والتواصل معنا من خلال الاتصالات المباشرة عم تظهر أمامكم. أهلا وسهلا فيكم، كثير بكون مبسوطة لما أسمع صوتكم وأبلش نهاري معكم، أكيد لا غنى عنكم جميعا حبايبي القلب. هسا لازم طريقة التحريك بدنا نحرك فيه عشان ما يتكتر وما بفصل كمان. أكيد طبعا. إن نشرنا اللبن من دون ما منحركه بفرفط وبعطي زي اللي حلو. أنا اليوم البابة. بحب المصطلحات. إذا دشرنا اللبن خلينا نسن اللبن. خلينا نسن اللبن. اليوم نسن اللبن. أحلى إشي. أحلى إشي والله. بعد أيام زمان ما في أيام البركة إن شاء الله ترجع إن شاء الله. يا أبو مراد العصيري وقصي عساف مها إن شاء الله أكون حكيت الاسم صح، يا مها محمد، وصباحك ورد وفل ياسمين، عامر أبو جاموس وإسماعيل الشاطر. بدنا نصبح عليكم جميعا، والأرقام عم تظهر أمامكم من جديد. أنا رح أحرك عنك هلا. إيش بدنا نعمل؟ بسم الله. تحبي أحطه على نار أعلى؟ أكيد. يلا على طول. حاضر. والرزات جاهزات. هلا إيش بدنا نسوي؟ العجينة نعمل هلا العجينة. يلا قولي يا رب. طبعا احنا العجينه بهالمناسبه السعيده في عنا طحين الجمل، وطحين الجمل اسم كثير قديم بالسوق الاردني كمنتج غذائي، في منه طحين الزهره، في منه طحين متعدد الاستخدامات، بالاضافه عم يظهر امامكم الكيس البني طحين اسمر كامل، الكيس الاصفر متعدد الاستعمالات مدعم بفيتامين د، في طحين البيتزا اللي هو بيزبط لكل انواع المعجنات، وطحين متعدد الاستعمالات اللي هي لكل شيء. تمام. اما بالنسبه للسميد فالسميد موجود منه كل شيء. احنا رح نستخدم طحين الزيرو، او اذا بدك تستخدمي طحين الزهره متوافر بجميع الاسواق والمحال التجاريه. يلا ستي الكل، ايش اساعدك؟ انا جاهزه. هسه نضيف الطحين ان شاء الله. خلينا نشتغل هون، شو رايك؟ تمام. يلا عشان الكاميرا تضل معنا. بدك اياها جاهزه؟ يلا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبيبتي. طيب
نزلنا الطحينات حسب المقدار اللي اعطيناهم اياه على الهواء مباشره. اكيد. وضفنا الملح. ملح من الكسيح. من الكسيح. طيب حطينا ملح من الكسيح، بعدين لازم نحرك الطحين الجانس مع بعضهم عشان ما يطلع شيء مالح شيء مش مالح. تمام. اذا حطينا طحين وملح. بدي بلش استعجن. طيب هلا ماء فاتر؟ ماء فاتر. تمام. هي تقريبا زي عجينة العويص، ما فيها خميرة، ما فيها خميرة، ما فيها طحين وملح. والله حتى مكانه يوزنوا هالستات، تحط الشامي على المغربي والسلام والبركة من الله. خلينا نحرك اللبنات لا تزعل علينا هلا شفاء. الكلام. طيب خلينا نشوف، يعني 426 متابع على الهواء مباشرة، الله يسعد صباحكم. 430 مرة. نفر نفر. قصي عساف صباح الورد يا قصي، وأحمد علامات ورزان جميل. برنامج بفش القلب، تحياتنا لكم أكيد. والله نفسي أعملها من زمان، وابتهال الترتير من رام الله. ورزان جميل منورين. يا سلام ريحة الشنينة، من وين جايبتيها؟ بدون أسماء بس المصدر. المصدر؟ من اللي صنعها. يا سلام، صباح الخير يا أم مؤيد. هلا هلا، صباح النور حبيبتي، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، نورت بالطيبين. يعطيك ألف عافية يا رب. الله يسعدك حبيبتي، عافية قلبك. قولي يا ست الكل، تفضلي. يا حبيبتي يا علا، بس أنزل الشيش برك باللبن بصير زي الطين، زي العجين، ما بعرف ليش. بصير زي الفطير؟ هيك عجين بعجن كله مع اللبن. نعم ستي، قصدك انها بتشتش العجينه فبتفرط فبصير خبصه في جوا الطنجره صح؟ ما هي لا ما بتفرط. هي زي ما يعني جبت عده انواع شيش برك، مجرد ما يغلي اللبن وانزلها بتطيح بتطيح بتصير زي الرايب زي ال. نعم ستي، هلا هلا بنترك الجواب للست شفاء وبعدين انا راح اعقب. ابشري ام مؤيد. حبيبي صباحك ستي. انا بتعرف هي لما تحط الشيش برك بتحطه باللبن مغلي سخن. راحت ام مؤيد. طيب احنا هي هلا سامعتنا راح تسمع الجواب. تفضلي راح اترك لك مجال. اذا حطت اللبن سخن ما مش راح يفرفط ولا راح يعمل معها شيء، بالعكس راح يغلى ويطلع من الفقاقيع لفوق، هيك اعتبره هيك استوى شيش برك. اما هي عندها مشكله بالعجينه. هي المشكله نعم بالعجين وليس باللبن. بالعجينه مشكلتها، مش مشكله اللبن، اللبن احنا بنضيف عليه. طبعا على بالك ليش ممكن تشتش العجينه او حتى تفرط او تصير معها يعني مش شكل حبات الشيش برك الموجوده باللبن؟ بتبكي مش طريه. ما عطيك تركي اسوي بالشغل. عرفتي كيف شفت؟ نعم، يعني قصدها تقول انه العجينه مش صح، فام مؤيد تابعي معنا تحضير العجينه، يعني هي مشان هيك بقول لكم احنا طبخنا مو سهل، هو السهل الممتنع، يعني طبخنا سهل، مقاديرنا سهله متوفره، ولكن المشكله فيها انه غلطه واحده ممكن أكيد. تقلب كل قوام العجين. هلا حطيت شويه زيت للطراوي، انا بحط طراوي لها يعني. نعم. انت بتعرفي. أكيد. كل ما زاد الجيل كل ما دلعنا الإشي. نعم ما بضل صحيح. إشي على التراث. كل شيء يعني كل شيء بتغير. بدنا نواكب. فإحنا يا أم مؤيد أول إشي عشان أكد المعلومة للجميع، اللبن لازم يكون سخن، مشان هيك أنا أو هي سنت اللبن وإحنا ما زلنا عم بنحرك فيه. بالإضافة إنه العجينة بدك تراقبي موضوع العجينة، يا بتعمليها طرية كتير عم تشرب السوائل وتشتش، وغالبا ممكن تعمليها قاسية كتير فبتسحب السائل، بس غالبا أتوقع أنها عم بتطر العجينة كتير. معنا كمان اتصال. صباح الخير يا فطوم. صباح الخير. صباح النور والسرور. كيف حالك؟ أنا منيحة يا فاطمة، كيف حالك؟ كيف أمورك؟ والله الحمد لله تمام، حبيت أصبع عليك. الله يسعدك ويسعد صباحك الحلو، نورتينا ست الكل. أنا من متابعينك. أنت راس المال. الله يسعدك يا ربي. حبيبتي، قولي يا فاطمة، حاسة في بقلبك كلام، احكي الهوى معك. والله أنا بصراحة بحبك كثير وأنا من متابعينك. الله يسعدك ويديمك، سلامي إليك وللأهل وإن شاء الله بتضلوا بخير وسلامة جميعا يا رب. الله يسعدك. الله يسعدك ست فاطمة، أهلا ستي نورتي. هسا احنا عجناها، هسا جاهزة اللي هي لازم ترتاح لها شوي تقريبا. عشان تريحنا بطريقة المد. المد. طيب هلا ايش بدنا نسوي؟ رح نحضر اللحمة، شو رأيك؟ تمام، خليها هيك ترتاح شوي. يلا خليها ترتاح شوي ورح نحط اللحمة، هي عندك اللي هي الزيت تمام؟ وهي طبعاً. البصل وهي اللحمة. طبعا اللحمة أنا كتير انبسطت إنها سحب السوائل لحالها، وبعدين رح تدبل البصل. هي الزيتات عندك
وهي البصل والبهارات. وخلينا نشوف مين معانا كمان. أم خالد الشريدة، أحلى وصفات، بدنا بوزة. رح نعمل آيس كريم إشي مرتب. معاكم سائدة العساف، أحلى صباح لإلكم، وشفاء فنانة بمعنى الكلمة. هاشم العمري، برنامج كتير حلو عم نستفيد منه خصوصا بالوصفات الشعبية. حمزة صوالحة، أحلى صباح. أحمد خواجة، صباح النور، أنا متابع جديد على البث وعلى التلفاز بالوقت الحالي وعم يتابعنا والله أعلم أحمد من خارج البلاد. تنظيف الزيت الكلي النباتي. منادر الجعبري، الله يسعد صباحكم، تحياتي من الخليل، بعشق كل الأكل الفلسطيني، ومجرد الضيفة ما تتلفظ بحرف الكاف، زيت الكلي كليناها. لا ما لهجتك بتجنن. رجعت أم أياد، قولي يا أم أياد معك. هلا يا حبيبي. يا حبيبتي أنا عمري ما عجنت، أنا بجيب تاعت نبيل الجازة. تبعت النخاع. يعني شكبرك نبيل الجازة بجيبها أنا دائما، وأنا من أصحاب الشكبرك. بس انه بتزبط كيف بتصيح. نعم، العجينه الجاهزه ما بتزبط ست الكل. الله يقويك ويعطيك الصحه ويقوي ايديك ان شاء الله. مع موضوعك شويه طحين، عجين عويص، طحين رش عليه رشه الملح والمي ويعجنيهم براحه ايدك. ايدك دائما احن على العجين، بالتالي بهذا الوقت انت بتقدري تحسي رطوبه العجينه. خليها ترتاح ومديها وجيبي هالجارات حواليك او حبايبك او يعني راس المال اللي حوالينا هالحبايب بمدوا معك وبيعملوا احسن بألف مره من الجاهز. حبيبتي الف شكر لك يا حبيبتي. الله يقويك ست الكل، يا ريتك قريبه علي انا بساعدك. ابشري، يعني الرقم عم يطلع عم يطلع عم يطلع عم يطلع. 700 تحيه ل 700 حدا. والله انت متابعيني حبيبتي القلب. طيب هون حطيتي بصله مفرومه ناعم، بس انا لاحظت انك انت زايدة شوي نسبة الزيت. أكيد. أنت بتحب الزيت بالحشوة؟ لا، هي زادت معي. إذا هيك أوكي. لا، إحنا سؤال يعني. أنا بهمني لا كمان لا الستات صراحة تأخذ الصح ولا كلهم ما شاء الله بطبخوا عنهم أحسن منا بألف مرة. أم أحمد، الله يسعد صباحكم جميعا. وأم حسن علي العواملة، منال الخلاوي، سؤال، بتضيفي مع الطحين حليب؟ لا طحين وملح ومي فقط. يلا على الشمالات، انت قولي الو، انت استقبلي الاتصال. الو، صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك. شف علا كيفك؟ ام محمد بتقول لك انا وين متصله، ليش صوت الشفه تغير؟ لا والله عارفه. الله بحييكي انت وضيفتك حبيبتي شف علا. الله يسعدك، تحيه بالدوم ان شاء الله يا ام محمد. كيف حالك؟ الله يسعدك الله يسعدك. انت مبدعه ما شاء الله عن جد، والله انك فخر عن جد ما شاء الله عليك. فخر فيكم والله. الله يسعدك. الله يسعدك. سؤالي لحضرتك، تفريز الدوالي، انا شفتك على لما على الستوري فرزتيه مباشره. نعم. بتغليه بعد ما تطلعيه من فريزر ولا ايش؟ ولا بتخليه بتتركيه ليدوب الثلج او ايش؟ هلا بجاوبك فورا. الله يسعدك يا ام محمد، عشان الله يسعدك كلك ذوق. انكم انتم راس مالنا، بكره حبيبتي. جزء من حلقه غدا، هديه من مطبخ التلفزيون الاردني لعيون ام محمد من اربد. بكره تفريز الدوالي على الهواء مباشره لعيونك، اتفقنا؟ راحت أم محمد. طيب أنا رح أعقب على سؤالك أجاوبك، ولكن بكرة كمان رح نطلع فيها هيك تقديراً لقيمتك الكريمة وحباً باتصالك معنا. الورق الأخضر، إحنا عملنا حلقة صراحة ما بحب أنا أعيد إشي من أي محتوى أي حلقة عشان ما أخذ وقت الجمهور وحقهم بالهواء، لذلك رح أعيد جزء بسيط فقط. بمطبخنا الكريم خلال 4 سنوات حضرنا 4 طرق مختلفة لتفريز ورق العنب. حضرناه مكبوس بالمرتبانات زي اللي بتشوفيه بالمولات على الرف، وحكينا كيف المرتبان بنضل نضغط بنحطه وهو مسكر جوا المي المغلية، وبعدين بنقلبه على وشه يومين ثلاثة بصير من جوا زيه زي المخلل. واحد ممكن تعمليه بالأناني ضغط زي طريقة أهل فلسطين تحديدا، وممكن نعمله اللي هي رول، أنا بسميه لام. هاي طريقة الرول، بتجيبي ورق الدوالي تحطي الرول الشفاف تبع تغليف الأكل، بتلفيه أخضر بدون غلي زي ما هو أخضر، بتحطيه لام بالفريزر. هلا شو بصير بالفريزر؟ بصير فيه ثلج، الثلج بيحفظ ورق العنب. ثاني يوم انا صراحه رحت طبخت بالبيت طبخه محاشي، ما بتسلقيه بتحطيهوش بمي على النار، تغلي مي وبتحطي القلم او الرول تبع الدوالي بالمي، بتنزلي عليه المي المغليه فبفك معك وبطرى. هلا ليش بطرى وما سلقته؟ لانه اصلا انا جايبه ورقه ملسة عملتها بوقت التفريز، ما جبت ورق اصلا خشن من اهله، بالإضافة أني أنا استخدمت ورق الغور، فتحياتي لأهل الغور جميعا. يلا معنا اتصال، صباح الخير. يلا صباح الخير يا أم مشهور.
أهلين أهلين فيكي. هلا والله نورت. كيفك أنت وضيفتك؟ أنا والله مشتاقيت لك يا أم مشهور. شربتي قهوتك؟ العافية أهلين. الله يسعدك. أنا بالنسبة لي بعقب على العجينة. تفضل. اللي عجنتيها اللي عجنوها. نعم. الششبرك الششبرك بنحط ثلتين وثلث طحين قمح. نعم. على أساس يضل في مسامات. نعم. أنا ست ما بعمل الششبرك. نعم. أنا بعمل الششبرك على نوعين. على نوع مع مية بندورة. وعلى نوع مع لبن. مية البركة. البندورة أنا بجدلها جدل زي بطن الحية. نعم. وبقلل مية البندورة تقلاية بسمنة. وبطفي عليها مية السخنة وبحط مية بحط عليها مية. ما شاء الله عنك ما شاء الله عنك. الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية والهنا يا رب. بس كل ما كانت العجينة فيها طحين قمح بضل أفضل. نعم نعم. أهلا وسهلا فيك ست الكل. طحين القمح كتعقيب على كلامك صراحة للصحة جدا مفيد، للمعدة جدا مريح. على المستوى الشخصي يعني أنا بأيد صراحة وجود طحين القمح، لأنه نوعا ما كمان بيخلي العجينة تشد في داخل السائل. ولكن في ناس ما بيحبوا طحين القمح، في ناس عندها مثلا أطفال بالبيت، مشان هيك دائما أنا بقول كل وإلبس وأطبخ على ذوقك مش على ذوق أي حدا. فأنا مع اللي بتحب تضيف طحين قمح برضو كمان بيزبط. اللبن سنينا واللحمات معانا جهزت، ايش راح نبهرهم؟ ملح وفلفل بس؟ حطيت معلكة ملح ومعلكة معلكة فلفل اسود. معلكة فلفل بس صح الكلام؟ فقط. ما بدك بهار ولا بدك ولا اي شيء ولا بدك شيء. يلا انا بحرك اللبنات، راح نحضر نشوف العجينة ارتاحت. هلا هي راح تحضر لنا اياها بطريقتين، الطريقة اللي انا وياكم كلنا بنعرفها، بنمد وبنقطع وبنحشي وبنلف، وفي طريقة تانية باستخدام أداة موجودة بمحال الأدوات المنزلية اللي هي زي خلية النحل. بدنا نشوف كيف طريقة استخدامها، رح يتعلمنا عليها اليوم شفاء جبريل كيف نستخدم هاي الأداة بتقطيع العجينة. يلا ستي إذا بدايقك الجلوفز لا تلبسي، هي غسلت وقصة أظافرها وأمورها تمام، فبراحتك أنا ما رح أضغطك. هاي اللبن كمان جهز ما شاء الله. يلا ستي رح نشتغل بي. بس بتحبي نبلش في هذه ونعمل؟ يلا رح نشوف حبة بحبة قبل الفاصل بشكل سريع. أكيد. يلا هذا الشكل على طريق السداسي، هذا بنعمل فيه ششبرك. أكتر إيش اللي بيستخدموه الموظفين هذا لأنه بتريح. أما إحنا كشغلنا إحنا بنحب الشغل الطواقي اللي إحنا على طريقتنا. نعم. إذا هاي هي الأداة موجودة بمحال الأدوات المنزلية. في معنا اتصال من زلمة. طيب ألو صباح الخير. يا صباح الورد، الله يعطيك الف عافيه. ابو راشد عمرك سمعتي الصوت؟ اكيد ابو راشد. ابو راشد دري بالك. وفي اغلى من ابو راشد. صباح الخير سيدي، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ صباح الورد، الله يسعدك يا رب. حياك الله، الله يسعدك، صباحك سعيد ان شاء الله. الله يسلمك ويسعدك يا رب. يهنيا لك بهالست الكريمه ما شاء الله عنها. الله يسعدك والله يا ام راشد، عزيزه وغاليه علي وكل الدعم لها يا ام. الله يسعدك ويطول عمرك، الله يسعدك يا رب. الله يكرمك ان شاء الله، بتضلوا لبعض. الله يسعدك ابو راشد. خجلتها يا زلمه، خجلتها. لا ولو ام راشد يا ام الله يسعدك ابو راشد. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. نشتغل عشان ابو راشد راح يضيع لي الحلقه اليوم. ابو راشد صباحك سعيد والله يعطيك الف عافيه. ان شاء الله بنسلمك امانتك بعد نص ساعه. الله يسعدك سيدي ويطول عمرك. يعني الله يتم عليكم جميعا ودائما يديم الوفق والمعروف بين الستات والرجال، وتضلوا هيك كلكم دائما ايد واحده وحبايب، شيء بفرح القلب والله. طيب احنا هلا رح نتعامل مع العجينه ورح نشوف بعد ما ريحتها كيف بتتعامل معها. استخدمت الطحين لحتى تساعدها صحيح؟ الطحين طبعا. نعم عشان تساعدنا. ايوه بالرك. كل قديش بتطبخي ششبرك بالبيت؟ والله يا شف انا طلبت. بتشتغلي بالطواسي؟ انا بشتغل بالطواسي ما شاء الله. انا تقريبا في الاسبوع بعمل 3 مرات 4 مرات. قديش تعملي كميات تقريبا بالطحين؟ كيلوات 3 كيلو 4 كيلو بنفرزهم. كل كيلو تفريز بنفرز وبنبيع للمعلمات وبنبيع للموظفين. حلو. وانا عامل هذا المشروع في بيتي، يعني ما في اي مجال ثاني، يعني اني مثلا اودي مثلا منتجاتي اهرا. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. الله يكملها بالستر إلي زبائني وإلي معلماتي وإلي أحبابي. نعم قرايبي إن شاء الله بيضلوا لك. والله أنت رأس المال، أنت رأس المال، الله يديمك يا رب. الله يسعدك. طيب خلينا نشكل إحنا بشكل سريع قبل الفاصل. رح نستخدم هاي الأداة من عند أي محل أدوات منزلية.
راح نحطها، نحط عليها العجينة تقريبا بسمك 1 سنتي. تمام. هلا هي عم تضغط على العجينة لحتى تاخذ الفورمة، صحيح؟ عشان نعرف او الشكل. وين بنحط اللحمة؟ اللحمة. يلا ست الكل. هيك احسن. هي المعالق. ايوه يلا. هلا احنا جوعنا ابو راشد، واليوم رح خليك تطبخي له شش برا. والله يا شفه انا بدي اغششك. قولي. ابو راشد ما بحبها. عنده بحكي لي هاي مش اكله رئيسيه هاي. والله هادي عجين، انا ما بحب العجين. اذواق سبحان الله. ان شاء الله بتضلي له، بتضلك تعملي له اللي بده اياه. الله يسلمك. اذا هي ضغطت على العجين، هدبت بايدها على العجينه لحتى تاخذ مكان كل لحمه او كل حبه. لما بتحط الحبه عمالها عم تنزلها للاسفل لحتى تعطي مكان انها تاخذ مكانها اللحمه بداخل العجين. تمام. بعدين من نضيف عمل كمان قطع، نعملها كلياتها ولا نعمل كمان قطعه صغيره؟ لا بنعمل هون فوقها عشان ناخذ بس الشكل، يعني المبدا كيف الستات تستخدمها. خلص بدك تلبسيها كمان عجينه من الاعلى. اعملها قصه من هون. بنقص من هون. تمام. هاي سكينه، يعني الاصغر ناخذ العجينه. يعني انت بدك تعبي كل ال ال هي تقريبا 35 حبه. 35 حبه بتعطينا. بتجيب العجينه وبتغطيها فوقها. وبعدين بس خلينا نقطعها، بعدين نظبطها في الشبرة في الشوبك. ايوه الله يسمحك. يلا امرك. شكرا. يلا حبيبي. تمام. حنمد العجينه ونغطي فوق الحبات. يعني والله اشي مجهد، مش اشي سهل ابدا. كتاف وايدين وعضلات الله يقويكم يا رب. فبنشد عليها هيك عشان تعطينا الشكل. انا بفكهم دائما عشان في بعض الشغل بده شوبك اقصر فبفك الايدين. مدبر حال. ايوه بدها تضغط عليها لحتى تقص كل حبه وحبتها. ضغط عشان يعطينا الشكل السداسي. هلا هي صراحه مش نفس الشكل اللي احنا بنعمله الطاقيه. لا احنا بنعمل الطاقيه. الحكايه شعبيه الطاقيه. بس صراحه يعني منيحه، بتحل مشكله. هي بتحل. بتعمل. بحكيت لها هي اساسها هاي للموظفين مش اكثر يعني. ولا هذي هتجي هذا يعني سداسي ولا طقيه؟ ما كله جوج برك بده يتاكل خلاص. اكيد. تمام. خلينا نشوف شكلها كيف طلع. ايوه عشان نعرف القصه. يلا خلينا نقلبها على السريع نشوف كيف شكلها، وبعدين شوي رح نحشي كمان وحده شكل. لازم يطلع لنا الحواف يبين معنا عشان نقص، نعرف انها اول ما نكبسها تطلع. نعم. يعني ها شفتي كيف؟ خلينا نكمل. الله يا سلام. ايوه هي هذا هو شكلها. نعم. بعد ما مشت عليها الشوبك وقصت معي كل حبه وحبتها بهالشكل. طيب قبل الفاصل على السريع السريع يعني اقل من دقيقه بدنا ناخذ حبه ونعملها طاقيه زي ما احنا متعودين على الشكل التقليدي. ايوه نفس الحبه احنا بنعمله بالمركو وبالكاسه او فنجان القهوه. ايوه بالفنجان. تبكي حبتها صغيره احسن تبكي حبتها كبيره. أيوة. لانه على اللبن بتنفش. رح نسكرها زي حبه القطايف. ايوه هي. ايوه انت ثبتي ايدك الكاميرا بتركض عليك. ايوه تمام. لا رح نعيد خلينا نفكها. عملناها زي حبه القطايف صح؟ أكيد. بعدين ايش رققنا الاطراف رح نلف الطرف نلف بالطرف. ايوه يا سلام صار معي حبه شش برك على ايدي. ايوه تفضل. هاي يا باي ما صغرها هاي بدها وحده شو طويله بالي بشكل. احنا ناكل شغلنا صغير عشان ما ينفش. يلا فاصل وراجعين. هلا احنا ايش بدنا نسوي؟ انت بتنشفيها بالفرن؟ بعد ما بخلص زي هيك حتى بورجيهم. بالله يا شيخ تفضلي ستي. بنشفها بالفرن؟ بنشفها بالفرن. كم بنشفها؟ بنعمل هيك زي رشه زيت زيتون رشه عشان ما تنحرق. نعم. بتشف وبنحطها بالفرن. هيها راح ننشفها بالفرن وبعدين راح ننزلها على اللبن. بعد الفاصل بتكون نزلت باللبن لحتى نحضر احنا وياكم صينيه الازحه. استنونا ان شاء الله.
رجعنا من جديد وزي ما انتم شفتوا هلا حطت الملح عشان يشد معانا بزياده وتضبطي مقدار الملح، وحطت كمان اللي هي القدحة اللي هي عباره عن سمنه وكزبره سمنه بلديه. الله، انا بقول شو اللي خطف قلبي هلا اعرفه. سمنه بلديه وكزبره مفرومه خشنه خضراء، بالاضافه ل اللي هي بودره مرق الدجاج. عم تحركهم بكل قوه، مؤيد ان شاء الله عم تشوفينا بكل قوه، ما فرط ما تشتش ما خرب، بالعكس منظره برد الروح وبفش الغل. لذلك دائما عجين البيت كثير احسن بألف مره من عجين المخابز. وللتنويه بشكل سريع، المخابز تستخدم فيها الخميره الكيميائيه، فيها الخميره الطبيعيه، فيها نسبه سكر، فيها محسن عجين، بدها ظروف معينه للعجين موجوده بالمخبز مش موجوده في البيت. لذلك تبعت المخبز بتزبط في المخبز، بس بالبيت ما بتزبط. تمام؟ تمام. يلا.